كريم، خليني ابدا معاك. وفرحه كبيره وفخر كبير لكل المصريين الحقيقه النهارده بفوز وتاهل منتخبنا القومي لكره اليد الى دور قبل النهائي للاولمبياد. طبعا يعني النهارده اعتقد منتخب اليد اضفى بسمه جديده في الاولمبياد بعد البسمه اللي اضافها عمر عصر، والبسمه اللي اضافها طبعا فريق التايكوندو. اعتقد دي الفرحه لينا في الاولمبياد خلال الفتره اللي فاتت، واعتقد كمان فكره لعبه جماعيه بقى كابتن اسلام بتحقق يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله السيمي فاينل. احنا طمعانين بصراحه في الماتش الفاينل، عندنا ماتش سيمي فاينل مع فرنسا، وانا شايف ان الجيل ده هو الجيل القادر على ان هو ياخد بطار لعبه كره اليد من فرنسا من ساعه 2001. ما زلت اعتقد انا وناس كتيره اتفرجت على الماتش ده لايف، ما زال الماتش ده في اذهاننا، وان احنا يعني الماتش ده يعني اتعرضنا لظلم كبير. فاعتقد دي فرصه لينا بصراحه، وكمان فرنسا فعلا السنه دي مش بنفس مستوى السنوات الماضيه. ربما في كل مبارياتنا مع فرنسا الرسميه وحتى الماتش الودي الاخير ما كسبناش، بس ان شاء الله انا يعني اعمل خير المباراه الجايه. حتى مع المانيا بالمناسبه احنا لعبنا 5 مباريات وديه مع المانيا وفرنسا، اتغلبنا من المانيا فرق هدفين ومن فرنسا فرق هدفين. نعم واحد، ما زلت انا شايف هو ده فرصتنا ان احنا ان شاء الله باذن الله، وبرده جاي سيمي فاينل، فباذن الله باذن الله يكون الماتش ده فرحته كتير ان احنا نوصل فاينل اولمبياد المره الاولى في تاريخنا، وكمان نرد طار 2001 يا رب ان شاء الله. احمد